السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في هذا المقطع من سيتي سكاي لاين. الحلقة الماضية اشتغلنا نحن، سويت الجامعة كنت احاول اسويها شيء، بس هني اكتشفت شيء. المنطقة هذه عندي جاهزة حق سكان، يعني لو انا اسكن ناس هني بيكونون سعيدين وبيبنون عماير. فشو قلت بسوي؟ بسوي يا ان اذكى شيء يا ان انا اسف اغبى شيء سويته في حياتي، اللي هو راح احول هاي المنطقة الى الجامعة وعلى البحر بخليها حرفيا. وراح ابدأ احط بوليسيز بعد هالحركة. انزين الحين بس عساس نمهد لنفسنا الدرب، انا شو بسوي؟ براويكم الفكرة، بحول هني كامل المنطقة الجامعية اللي هناك، وهناك سأحولها الى مدينة. شوفوا هذا كامل راح تكون منطقة. انا ادري قلت ببدأ سياحة هالفيديو، ولكن بحول هذا المكان كامل الى منطقة جامعية في نص المدينة، واللي يبي يسافر لها لازم يسافر لها من مكان ثاني. فبنبدأ اول شيء بنحول الاغراض اللي عندنا هنا. طبعا المنطقة بخليها نفس ما هي، كل اللي بسوي فيها بحطيها فيها يا تجارة يا سكان الحينة، بما ان مكانها بعد سوبر استراتيجي. زين فبنحطي الادارة، مبنى الادارة هني حلو، وراح احول الجامعات الكبيرة للشارع من داخل، ابى الناس تدخل اوكي. وراح ابدا اجيب كل شيء من هني حبه حبه. مثلا عندي هاي شو المكتبه كانت، اوكي بوك ستور. البوك ستور وربعه راح يكونون في الاماكن الاصغر هني، مثلا بوك ستور هني. لما اتكلم مدينه جامعيه، مدينه في نص مدينه في نص مدينه في نص مدينه، فراح اقرب مسافة كل شيء على المدينة الجامعية هني، وبما ان عندي مساحة هناك انا اصلا صح، فبالتالي انا ما راح اخسر مساحة هناك. بس اللعبة مثل ما تشوفون تم متعلق يعني بشكل واو. زين وبنحول مثلا هذا الستور هذا نقدر نحوله هني بروحه. زين في النص بحوله بروحه هني، وببدأ احول الكلاسات كلها هني، وبنبدأ نشتغل عليهم بطريقة شوي مختلفة. هاي الآخر شيء بحولهم. الحين الكلاسات نفسها راح تكون على الشارع، حلو الشارع العام، وهذا حرم جامعي صحيح، لكن الكلاسات من الداخل هني راح تكون أوكي. هذه الكلاسات اللي عندنا نحن هني موفرينها بكثرة يعني، والناس ما تيها فعليا، ما قاعد تيها الناس. فالحين انا قلت شو بسوي؟ التحويل هذا راح يكون استراتيجي او الله يستر، واحد من الاثنين. خلي في الوسط فاضي حق فاونتن ولا حق شيء بيكون احلى. زين بخلي فراغات شوي حق الزينه اللي موجوده، ولان بنسوي ممشى وهذا ومنطقه سكنيه حق الطلاب وغيره، و راح تكون ان شاء الله زينة. بنحول هذه هني، يا الله اللعبة مثقلها صارت. زين وبنحول الملعب بعد فوق، ترى فوق على الزاوية الخطة الملعب تكون اللي هني، بيكون شيء حلو يعني، ان شاء الله يكون شيء حلو بإذن الله، ويزيد كمية استعمال الجامعة، لأن المطار عنده وكل شيء عنده، والمترو موجود والمواصلات موجودة والسياحة موجودة. يعني الطلاب مفروض يستانسون، وكل حد مفروض يستانس أصلا على شيء هذا. خلنا ندق أكس على هذا، أنا أبو هايل هايل، أنا دفعت فيهن وايد على الفاضي أحس صراحة. انزين خلنا نسوي هاي هني في الوسط، في الوسط ما ماشي بيكون. زين وبنشل الأخيرة هذه وراح نحولها هني، وهاي راح تكون زحمة مدينة. زين هاي الزحمة راح تكون زحمة مدينة هني، يعني قلت لكم عندنا مطار، عندنا بلاوي عندنا، والخدمات في الوسط. وين صار عندنا الوسطية هني بالطريقة هذه؟ والله شكله مكان بيكون احلى من هذا اساسا، ولكن خلنا نشوف شو بيستوي عندنا خلال
نقل الجامعة ممكن تستوي كارثة، ممكن الناس متي أصلا الجامعة تغير رأيها، بس للحين أشوف النقل ما سوى شيء. للحين النقل للحين ما سوى شيء، بس عندي إحساس إنه بيكون أفضل من هني، لأن هني أبغى أسوي مكان الناس اللي تشتغل في البترول وغيره والصناعة تقدر تتنقل من هذا المكان. أحس إنه بيكون استراتيجي أكثر وايد من هذا. كان أي مبنى دراسي الأخير هذا بنحطيه هني، وبنسوي مينا بعدنا حكم ترى. شوفوا أيوة الحين عندنا هذا اللي هو المكتب مال الأدمشن مالنا أظن ولا كوميرس، بنحوله هناك وبنبدأ. هذا لازم يكون هني تقريبا. خلنا نسوي مكان مشي ثلاثة مربعات بالطريقة هاي. زين وبنبدأ الحين. شو باقي؟ باقي عندنا صديقنا هذا لبرر أرس كافتيريا. لازم كافتيريا مالهم. شو بيروحون لأن هناك الكافتيريا. شو تعالوا تعالوا كافتيريا هني. زين استوى عندنا منطقة جامعية في نص المدينة. يعني أنا ما كنت مستغل المساحة بشكل فعلي أحس، فأحس بيكون وايد زين. بعدين هني الدكاترة وهذا أحسن. زين هذا بيكون هني أوكي. وفي عندنا أماكن فاضية على فكرة، المكان كبير يعني مش صغير. الحين المكان الأخير اللي أنا أبغى اللي هو هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يتفلسف علي الماب. ولا أقولكم قبل لا يتفلسف علي الماب شو بسوي؟ بسوي شيء بالطريقة هاي. ما بأدخل في التضاريس وهاي الأمور والتعقيدات، بس أبا أقدر أحط شارع شجر هني بالطريقة هاي وأسوي شيء بالطريقة هاي أوكي. وأبي أجيب صديقنا هذا وين؟ هني اللاند مارك الحبيب هذا برايا كلاند مارك. ما عليكم مع اللي حوله ما يسوي زعج حق حد، وفي نفس الوقت موجود كل مكان. يعني هذا أروم أجيب الشارع من هني بالطريقة هاي بعد. ياه الزحمة اللي عليه. شوفوا 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 شوف الزحمة اللي عليه. طبعا ما عنده مي أكيد. ليش بيبي مكان فيه مي؟ أكيد بيبي مكان ما فيه مي كالعادة. يعني خليل متى يجيب شيء مكان فيه مي؟ زين وصل فيه مي. يا للزحمة يا للزحمة يا إلهي. والله مكان أحسن أظن الجامعة هنا. زين الحين الخطوة الأخيرة اللي هم السكن. السكن مالهم لازم ما يكون شارع أوكي. السكن مالهم خذ المدينة الجامعية نسير عند هذا نسير الشارع مالهم. هاي شوارعهم من نص الكافتيريا هني سكن على البحر أوكي. سكن مالهم لازم يكون صوب البحر. خلنا نقايس على واحد زين هني والنيبة هني اوكي. هذا معناه اقدر احط الشارع بالطريقة هاي والنيب من وراه شارع ثاني والنيب سكن ثاني بعد. ها شو الفونتن مالهم التمثال اوكي. تمثال لازم النيب على الممشى اللي اقدر يبه هني عند السكن هني بيبه. والنافورة بيبها من وين؟ النافورة بيبها من هني بالطريقة هاي. بحط النافورة في الوسط. او سناب هذا في شارع. خلنا نكسر هذا
المكسر هذا نيو بالطريقة هذه يبونه بالطريقة هاي. سبحان الله غفورا رحيما. بس خلنا نكسر هذا دام هذا في ممشى. هذا ما يتحمل الممشى هذا. بنيله بالطريقة هاي بنميل لين هني. اوكي وهذا اوريدي في ممشى. خلنا نيب هذا وهذا النيب هني بالطريقة هاي. نسوي الحديقة الخلفية لمبنى الإدارة. شوفوا المكان اللي يدخله لازم يقول واو شو هالمكان، أنا بدرس هني فنان. لازم يكون هذا الانطباع ماله، لازم يكون، لأن إذا ما كان ماله هذا الانطباع هذا فالجامعة في مشكلة. الحين نقدر نحطي هذا هني. شوفوا والله مش بطالة الجامعة هني، تصدقون فكرة حلوة يعني. زين بس خلنا نشل السكنات. نقل اي شيء يستوي مؤلم بعد فترة، والله مؤلم. كل سكنين متقابلين ولا لا؟ خلنا نسوي هذا هني وبشل الممشى من هني لين هني. اوكي وبيب بعد واحد في شغلات ثانية حدائق في على البحر نافورة. انزين وبنيب هني وين الجامعة. هذا الممشى وبسوي لهم شيء حلو يعني، بسوي لهم شيء حلو بما ان بننقل الاغراض كلها هناك. نقل الجامعة احنا سوينا، مش نقل شيء بسيط يعني. الجامعة ما شاء الله شغالة على قدم وساق يعني، انتم تعرفون يعني ما يرقدون هاي اللي في الجامعة الموظفين على حجم الجامعة هاي. في شيء عمل مش طبيعي يعني على كلامهم. خلنا نشوف اخر قطع الحين بنقل، اظني اخر شبه اخر قطع، انا بعتبرها اخر قطع عشان ما ارجع هني الحين حاليا. وين صارت وين صارت وين هذا؟ دق علامة النقل بعدين نقدر نتحرك. هاي بحطيها ورا هاي، ما اقدر ورا هاي او هني. نقدر نسوي لهم شوارع. اوكي الحين صارت الجامعة عندنا وين هني. باقي الاشياء اللي هني هاي حديقتين او عندنا بعد تمثال هني. يلا انا كم حاط لهم في الجامعة، وكيف في طلاب ما يبون يدرسون هني خاطر يعرف. خلينا نحط هاي هني مقابل هاي. زين الحين بنبدا نلعب في مش نلعب، نشله من الخريطة. كمنطقة جامعية من هني خلاص انمحت. اوكي وبنشوف المشاكل اللي صدرت اني احط المنطقة الجامعية وين؟ نص المدينة. ما في شيء هني بدون عواقب دام ان حطينا نحن منطقة جامعية هني. في مشاكل بتي معاها هذا الشيء اكيد، بس الشيء الاكيد الثاني ان استوى عندي المكان حلو صراحة. المكان حلو وكل شيء حلو والناس بتي يعني بسهولة انها مفروض توصل للجامعة يعني. شوفوا في زحمة عند الجامعة، في ناس لازم تدرس، بس الرقم كيف يزيد ما يزيد هذا موضوع ثاني. انا ما بدخل في تعقيداته حاليا الصراحة لانه موضوع مختلف تماما تماما. لكن اللي نقدر نسويه الحين نزين شوي الجامعة صراحة يعني، او نحط مثلا هني كم عمارة بيوت وهذا يستانسون هذا او لا. احنا هو اللي نبغى على فكرة. إذا هايل فيهم مكان حق مشي بيكون فنان. لحظة أقدر أشبك هاي هني؟ ما أقدر صح؟ مو بنفس الحدائق. زين خلينا نحط مماشي
على اساس الجماعه ما يقطعون الشارع الفاضي، لان هاي كلها شوارع واماكن خطيره يعني. حلو، فابا منهم شويه يتمشون في المكان. بس كحجم جامعه مش حجم طبيعي يعني، حجم فوق والله ما ادري، اظن في جامعات اكبر من هاي في العالم، بس يمكن نحن مش متعودين على حجم هاي، هذا موضوع ثاني. نحن متعودين هني اللي يدر الجامعة يرد البيت. زين، خلنا نحط هذا الممشى هني، حطي مماشي حقهم حق كل مكان يوصلون. هذا هني، وابا هذا الممشى يوصل لين هني وينزلون تحت يكون عندهم مكان، وهذا ابا ممشى حقهم، وابا يتمشون صراحة على البحر شوية. فاللي ابا اسويه اني ارفع المستوى حقهم. والله تصدقون ما كان خطة يعني، لكن عيبتني، ما كانت الخطة لكن عجبتني، اني ابا احطي بالطريقة هاي ويتمشون على الكورنيش ولا من فوق الماي، ويقدرون ينزلون تحت ويتمشون اذا يبون، على فكرة عادي يعني. بس بنرفع هذا شوي بالطريقة هاي. ايوه استوى سيدة الحين، برفع هذا شوية. نايس، بعد شوية هني خلاص اوكي، الحين امورهم طيبة، الحين يقدروا يتمشون وراء السكن بدون مشاكل. بس بعد نبى وصلات زيادة على اساس يوصلون وين؟ وين قاعات الدراسة مالهم؟ قاعة الدراسة الأولى، لحظة، هذه رقم واحد، هذه رقم اثنين، هذه رقم ثلاثة، هذا رقم أربعة. استوى عندهم مماشي كل مكان حول الجامعة، يقدرون مفروض يوصلون لأي صف بكل سهولة، ومكان سكنهم حلو ترى، مكان سكنهم مش بطال، مش سيء أبدا. شوفوا عندهم هذا الاستاديوم مالهم موجود، وكل شيء مالهم موجود، وفي نص المدينة. كان 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 مكان شوية فاضي الأول، بس الحين تعبى، فالحين ابى اخرج الطلاب الثانوية والابتدائية من هني. الحين الابتدائية هني يتخرجون، الثانوية من هني يتخرجون، الجامعة من هني يتخرجون. شوفوا المفروض يكون سهل لهم الوصول لهذا المكان، لان انا مش حاط جامعات هني، فالجامعة هاي مفروض كفاية والزيادة اذا الطلاب موجودين. ترى هني وجهة النظر، اذا الطلاب موجودين، لان المشكله معظم الوقت تحس الطلاب غير موجودين. بس يبالي ادرس انا بعد شو اللي يزيد اتراكتفنس ولا الجذب للجامعه، لان محتاجين شيء يزيد الجذب، فهذا بخليه حق وقت لاحق. وعندنا مكان امتداد للجامعه المعلومه يعني. هل عندهم سياج الجامعه؟ سؤال، ما عندهم سياج صح؟ مش حديقه هاي، اوكي نايس، بس بغيت اتاكد. عندهم كل شيء، عندهم كل شيء، عندهم هني يبونه، عندهم ايفنت رياضي، عندهم مكان، عندهم توسع، عندهم هاي الامور كلها. في المقابل هني هاي منطقه ولا مدينه جاهزه؟ شوف هاي المدينه جاهزه يعني، بس كل اللي اسويه اشل الشوارع اللي هني. زين، ومدينه اخليها تخدم منو؟ لحظه خلنا نشيل هذا كله. والمدينة هاي تخدم منو؟ تخدم الصناعية اللي هني وتخدمنا نحن. انزين، هني بنبدأ توصيل شوارع. شوفوا يا الله، ايوه انزين الطريقة هاي. وبالطريقة هاي
بالطريقة هاي. إنزين بنسوي الشوارع الحين مربعات، كل شيء هني جاهز، كل شيء، بس مجرد إني أحط بيوت وأحط جسر صغيرون الحين كل شيء بيكون جاهز. الحين هذا خلصنا منه، الحين الجسر الصغيرون لازم يتوجه دايركت هني، شوفوا دايركت. خلنا نرفع من هني شوية، زين، ونرفع من هني شوية، نرفع من هني شوية، نرفع من هني شوية. أوكي، الحين ممكن نعتبره جسر، وبالطريقة هاي نقدر نبني شو بيوت هني. ما ببني عماير، مش مكان مجهز حق كثافة سكانية بهال يعني بالكمية هذه. فنقدر نبني هني، وبالتالي عندنا الطرف الثاني مصنع بترول. مصنع البترول ممكن يستفيد من هذيل الناس. الحين انا شو سويت؟ فضيت مكان هني في حدائق، خلهم والله خير وبركة، خير وبركة، انا ما شليت الحدائق، سويت خير في نفسي. انزين، والدكاكين بتكون هني عند منو؟ عند ضفة النهر هذا، ولا عند المواصلات هذه راح تستقطب الناس. فاستوى عندنا مكان مجهز، بس نعبي شوي شوارع ونكمل عليه، ترى ما يبغى له شيء، وعندنا قطار وعندنا كل شيء جاهز، مره المكان جاهز جاهز. الحين الشيء الوحيد الثاني اللي باقي اني بمد الى الطرف الثاني اللي هي هذه هني جسر، جسر مرة تايني صغيرون من فوق القطار، ينزل جسر هني. الموظفين اللي يشتغلون في البترول هني بيروحون دايركت لوين؟ لهناك. اتصور يعني اي واحد بيداوم هني يبقى يأجر هني، شوفوا بيكون عنده اهتمام انه يأجر هني. شوف الزحمة كيف خلت، حتى هالجسر ممكن الغيه ولا لا؟ ما بلغيه هذا الجسر، اذا لغيته مصيبة بيكون. شوفوا الناس بتبدأ تشوفوا قامت تستعمل هالطريق. يا الله، تعرفون ليش تستعمل هالطريق؟ لأن يحسبون ما في فلوس. على مين؟ على منو يا حرامية؟ على منو؟ ما انتم تدفعون؟ والله ادفعكم، والله تدفعون. صبر، ناس يحبون الشغلات البلاش، والله نقعد نتعب نسوي كل هذا، يبون كل هذا ببلاش مع نفسهم. خلينا نرفع هذا هني شوية. اوكي، شوف نشوف من يدفع، ما يبون يدفعون. بس هاي زينة، هاي صحية ترى، يعني مش سيئة وايد، يعني شيء صحي، يعني بيسوي لنا زحمة هني، وأقرب لهم الوظائف اللي هني، وهني يسكنون في هاي المنطقة. يعني في نهاية اليوم نحن استفدنا من الموضوع بشكل كبير، أكثر ناس مستفيدين هني. عندنا عيادة، ما عندنا شرطة، عندنا مطافي، شرطة ما عندنا، بس ما عندنا مشكلة جرائم هني نحن، خاصة مع السجن هذا موجود. خلينا نشيل السجن من عند الجماعة، شو رأيكم؟ ما يصير أخلي السجن هني ولا لا؟ أوكي أوكي، خلا انا بس بشوف حوال الجامعه. ردت شوي طبيعيه، قاموا يجون الناس، ان عندي 6901. بس الغريب ان في المنطقه عندي طلاب الجامعه مفروض يكونون 7000 وشوي، وانا عندي مكان حق 6000 وشوي وما معبي نص اللي عندي، ولا ما ادري انا غلطان، ما يجون جامعه يعني، مش عارف. هل شوفوا غير متعلمين، هاي الادوكيتد عندنا، نحن محتاجين نسبة غير متعلمة ترى على فكرة، بس الجامعة فيها مكان تعلم الشعب كامل، بس ما قاعدين نعلم الشعب كامل، ما اعرف الناس ما تبى تدفع حق الجامعة، هو افضل
انا ما بكل حد ينسب لي ويتعلم بلاش بعدين ما احصل وظايف تحت، لا انا بتعلم، نعلم الناس ونفيدهم. بس الحين اللي تغير تكلفة عندي عالية، انا حطيت وايد شغلات وايد امور، معناه كانت تدخل علي فايدة ترى، بس انا حولت الفايدة الى شو، خسارة نوعا ما. الان اذا هذا الرقم اصلا تعبى كان بيكون الوضع عسل، بس الرقم هذا ما تعبى، فاذا تم غيره ما بتعبي، انا بمسح واحد من هايل، عرفتوا؟ فبنشوف الحين شو موضوع المواصلات مالهم، ولا شو موضوع الدراسة مالهم. انزين خلصنا نقطة الجامعة، الحين سوينا جامعة هنا في نص المدينة، الحين حطينا اساسات المدينة اللي هنا اللي راح تبني مع الوقت، هذا شيء اكيد. نشوف شو وضع خزانات البترول، فل اوكي. بلاستيك شو اخباره؟ فل، لان كان عندي مشكلة بلاستيك انا قبل هني من فترة. هني جلاس متل بلاستيك، اوكي ارجع طبيعي، لان هني عندي انتج الكترونيات احتاج بلاستيك، هني ما احتاج بلاستيك، عندهم كل شيء. عندنا بضايع، هي عندنا بضايع هني غير مصدرة، من تتصدر بيدخل علينا فلوس وايد. منزين هاي تخلينا نخلص الموضوع الجامعة هني. انا عبتني البقعة هاي بسوي فيها شيء ثاني، ما اعرف شو، بس ابغى افكر اسوي فيها شيء ثاني. يعني المنتجع كان مشروع ناجح، شوفوا الحين يبالي مطار، خلونا ننزل مطار ثاني هني دولي، بشوف شو التأثير ماله على السكان اللي هني، لان ليش الناس ما تصير مطارات مثلا. حلو، هني الشارع غير متوصل اصلا في تحت وفوق، بس يروح ودوار تحت يعني. بس اللي ابغى اسويه، اذا بسوي هني مطار، بنزل هذا بحطيه هني تقريبا، زين، وبسوي العكس، هذا بحطيه هني تقريبا، هذا عدل، هذا مش لا، وما يرضي يبدل اتجاهه بعد، زين، وهذا بنحطيه هني، هذا حق الناس اللي تبغى تاخذ الطريق هذا، اوكي. وفي ناس اللي بتدخل المطار تقدر تدخل مهني، ما عليه ما عندنا مشكله، بس ما بخرب هالمكان اكثر، لانه اوريدي حشيت فيه شو هني شارع فوق البيوت، وهالشارع خدمني خدمه. انزين خلنا نشوف الماي هني، اوكي شبه اوكي، شبه اوكي توزيع الماي. انزين بنزل مطار. عندنا حيد كان هني مطار دولي ضخم، وسلوب تو ستيب، هذا المطار وايد عود، هذا بيسوي لي مشاكل اذا اصلا حطيته في اي حاله من الاحوال. بس في نفس الوقت اروم اوصله دايركت في الهاي واي واقول لهم مع السلامه، صبر. لا ناس داشة ولا ناس طالعة، خلاص بسوي المطار هني بالطريقة هذه، بعدل الأرض وبسوي نظام دعم طبعا كالعادة بالطريقة هذه، بتشوف كم برد طبيعي دقيقة. cannot build on water، ما في مي هني، وين مي؟ اوكي بعده مي. خلنا نسرع اللعبة، خلنا نشوف، بنوسع المكان شوية شويتين، والماء يروح. زين وبنحط المطار هني، هذا المطار راح ما بيكون فيه ازعاج وايد للناس. بعده في مي، يا اخي ارحمنا من المي. قبل شوي شفت اخضر، ايوه هني هذا المطار،
فها بغير الحين دقيقة بس. المطار راح يكون مجرد مطار ما في شيء، راح اسحب عليه تماما يعني طريق هاي واي بهذا الاتجاه وهاي واي بهذا الاتجاه، ما بأي حد يوقف هنا، ما بأي حد يوقف هنا. زين هذا ما في ماي ليش؟ اوكي انا مددت المكان لاني اوكي. هذا تكلفته عاليه بتكون، ما بيكون رخيص ترى. هذا انترناشونال ايربورت 8000 في الاسبوع، يا الله صفعه هاي. لكن 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 الناحيه الايجابيه، ها مطار دولي، مطار ضخم. زين فخلونا نرجع الى هذا، نسوي مرن اكثر. زين ونرجع لهذا، اسوي له سيستم حمايه من البحر بالطريقه هاي، نحميه من البحر شويه. خلونا نسوي بالطريقه هاي حافة المطار، زين اللي هو على البحر. زين ونلينا من هنا، ونلينا من هنا. شوف والله مطار ترى حليوة، بس خلونا نرفع هالنقطة، بس نعدل الأرض شوية، بسيط 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 بسيط، بس كل شيء بسيط. اللمسه البسيطه الاخيره تخلي شكله نار ترى. زين الحين هذا اذا ما استقبل ناس انا في ورطه، من الاخر اقول لكم اياها، هذا اذا ما استقبل ناس انا في ورطه. وين بيروحون وكيف بيردونها موضوع ثاني. فبالتالي اول شيء بسويه بحطي مترو، مترو تحت الارض بحطي له قدام باب المطار، في حضن المطار. في مكان مترو هو تحت. اوكي نحط له مترو توصل في هذا المكان، حط له مترو يوصل كل المترو الباقين اللي هو هذا. اوكي من اتجاهين. انا حطيت هذا بس مش مشكلة، مش قضية. لحظة بنوصل هني، أول نقطة من هني لين هاي المدينة، يرجع مرة ثانية. النقطة الثانية من هني إلى هاي المدينة، إلى هذا المكان، إلى التجارة، ويرجع مرة ثانية. نقطة ثالثة اد ستوب، ارجع مره ثانيه. نقطه رابعه لازم نضيف مترو هنا اساسا، بضيف المترو عند القطار بالضبط. زين سلوب تو ستيب، او نقدر نحطيه عند المحل التجاري هذا، نكسره قدام الباخره ونحطي له شارع بالطريقه هاي، ونسوي مترو من هاي المدينة إلى المطار ويرجع للمدينة مرة ثانية. شوفوا الحين المطار هذا موصول أكثر من حياتي، المفروض ما يكون عنده وايد مشاكل، معادلة طبية وصحية وأمنية. زين فوق هذا كله بعد بنوقف باص، الباص حق المسافة القريبة اللي موجودة قدامنا. الباص بين لين باب المطار، وين باب المطار اساسا؟ باب المطار اللي هو بيوقف الباص هني، بيجي القرية هذي عن طريق الدوار، وبيرجع مرة ثانية هني فقط.
ما اقدر اسوي كومبليت لان شارع اتجاه واحد، فلازم اضيف ستوب هني قبل لا اسكره. خلونا نشل الخطوط كلها، نحط الباص يمين، انا وهكت نفسي اني حطيته يسار، نوقفه هني يمين ونوقفه قبل لا يطلع هني، ونرجع هني مفروض يكتمل. ايوه لاني وقفت الباص اتجاه غلط. الحين استوى عندنا المطار هذا، يعني مفروض ياب 800 واحد. يا سلام يا سلام، سياح ولا شو؟ 800 واحد وبروح ياب المطار. يا الله اسمي يحرك، بيحرك الدنيا شكله هذا. وفي مترو، المترو بيشتغل 400 وشي. شوفوا لاست ويك افري ويك قاعد يجيب ارقام كبيره، قاعد يجيب ارقام جميله ما شافتها المدينه. بو 500 وشي. يا سلام وايد اوكي، وايد اوكي. المطار تغير تماما، بس هني ما يبين عنا، يبين 500 اوكي، يجيب سياح وايد. اميزنج، مطار فنان. بهذا يا جماعة ترى تكون خلصت حلقتنا، فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير مرة ثانية. ومشكورين على المتابعة، لا تنسوا شير لايك سبسكرايب، ونشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.